فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: ذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة، منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، مما يتضمن أيضا منع المسلمين عن مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. نعم، وذكر الشافعية أيضا ما سبق بيانه من الشروط العمرية التي وضعها عمر رضي الله عنه وأوجبها على أهل الذمة أن يلتزموا بها. من أجل أي شيء؟ من أجل تميز المسلمين عن الكفار، وعدم تشبه المسلمين بالكفار أو تشبه الكفار بالمسلمين، حتى يعرف أن هذا مسلم وهذا غير مسلم، لئلا يحصل الامتزاج والتميع. وهذا مما يدل على بطلان هذه النظرية الحديثة الآن التي تدعو إلى تقارب الأديان، تدعو إلى تقارب الأديان وتقرير الأديان، وأن كلها صحيحة وكل على حق كما يقولون. فهذا كلام باطل، لأنها أديان إما باطلة من الأصل شركية، وإما أديان شرعية لكنها نسخت وانتهى العمل بها وبقي العمل بدين الإسلام وحده. فلا يجوز خلط دين الإسلام مع الأديان الأخرى، بل لا بد من التميز بين الدين الصحيح والدين الباطل.